بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنيسة الشهيد العظيم فلوباتير مرقوريوس ابو سيفين الاثرية بمصر القديمة، احد الكنوز الاثرية على ارض مصر. تفتخر مصر انها تحتضن هذه الكنيسة التي تعود الى القرن الخامس الميلادي، وهذه الكنيسة بتصميمها المعماري على الطراز البازليكي، وهو طراز شهير أيضا في كنائس كثيرة موجودة على أرض مصر. وهذه الكنيسة أهميتها وشهرتها تعود إنها صارت المقر البابوي لبابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية منذ البابا 66 البابا خريستوزولوس. والبابا رقم 66 هو البطريرك الذي نقل الكرسي من مدينة الأسكندرية إلى القاهرة. كما نعلم أن الأسكندرية مدينة قديمة وأقدم من القاهرة، والقاهرة أنشئت في القرن العاشر الميلادي، وعندما صارت مقرا للحكم صار من الضروري أن يكون بابا الأسكندرية مقيما فيها، فكانت هذه الكنيسة مقرا للبطريرك من الرقم 66 إلى رقم 80. والحقيقة مفخرة كبيرة أن الكنيسة القبطية من أثارها العظيمة الموجودة على أرض مصر موجود هذه الكنيسة، وكما قلت أنها من القرن الخامس، القرن الخامس الميلادي، يعني قبل اكتشاف قارات كاملة في العالم، وتعتبر شاهدة على روح العبادة القوية التي ترتبط وتعيش في داخل الكنيسة، والأثار التي تبين جذور المسيحية في أرض مصر منذ القديس ماري مرقس واستشهاده في مدينة الأسكندرية، ومنذ أيضا زيارة العائلة المقدسة. هذه أحد مفاخر كنيستنا وأحد مفاخر وطننا مصر، أننا نحوي ونضم ونعرف هذه الكنيسة الأثرية العظيمة، كنيسة الشهيد العظيم فلوباتير مرقوريوس أبو سيفين الأثرية بمنطقة مصر القديمة. هذه الكنيسة التي طلب البابا إبراهام إعادة إعمارها بعد المعجزة الشهيرة في نقل المقطم، لما لشهرتها ولما لمكانتها في قلوب كل الأقباط. أشكر كل أصحاب الفكرة وكل القائمين على هذا الفيلم، فإن هم يظهروا عظمة هذا المكان ويظهروا روحانيته، فكل حجارة وكل مكان وكل أيقونة بتتكلم وبتحكي قصة. والحقيقة أنا سعيد بالفكرة اللي قام عليها هذا الفيلم، وسعيد بالأسلوب اللي اتقدمت بيه فعلا هذه الكاتدرائية بما يليق بها، وبما يليق أن كل الأجيال حتى اللي بعدنا تفهم إيه هي عظمة أبائنا. ما نقدرش نقول أن الكنيسة متحف قبطي، لكن نقدر نقول متحف ناطق يختلف عن أي متحف، أن كل شيء فيه بيتكلم وبيحكي حياة وليس تاريخ فقط. أدعوكم لهذا الوقت الطيب مع هذا المكان المقدس. كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين هي ضمن مجموعة الكنائس الأثرية الموجودة بحي مصر القديمة، وتقع كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين بجوار كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين وكنيسة العذراء المعروفة بالدمشرية ودير أبي سيفين للراهبات.
كنيسة الشهيد أبي سيفين الأثرية بمصر القديمة، كنيسة مرت بظروف طبعا صعبة في الكنيسة من اضطهادات واتحرقت وتهدمت كذا مرة، وفي مرة من المرات اتحولت لشونة من القصب. أعظم ترميم اتذكر في التاريخ وده موجود في كتاب السنكسار القبطي كان بعد معجزة نقل الجبل المقطم في القرن العاشر الميلادي. طبعا المعز لينا الفاطمي استغرب جدا وطلب من البابا إبراهام إن هو يوقف لأن عمل زلزالة كبيرة في البلد، ومن ضمن الحاجات إن هو المعز لينا الفاطمي طلب من البابا أنت لو طلبت أي حاجة أنا هحققها لك. ابتدى البابا يفكر، ما كانش في عنده حاجة غير إن هو ياريت تدينا تصريح بإعادة ترميم كنيسة الشهيد أبي سيفين الأثرية بمصر القديمة، وده أعظم ترميم تم. بيحكي في السنكسار إن أثناء ما هم بيرموا الأساسات أحد الناس المشاغبين اللي حط نفسه في الحفر ورفض إن الكنيسة إنها تتبني طول ما هو عايش، سمع المعز لدين الله الفاطمي إن في اعتراضات في بناء الكنيسة، جه بالحصان بتاعه بسرعة وحب إن يجي وطلب إن اردمه على الراجل دهوت، إحنا أنا اللي قايل القرار. البابا إبراهام استسمح المعز ونزل في الحفر بنفسه وبقى يستسمح الراجل المشاغب دهوت وطلعه، لدرجة الراجل بكى بدموع من سماحة البابا إبراهام ابن زرع، وفضل المعز موجود لحد ما أعيد ترميم الكنيسة مرة تانية، كل ده في القرن العاشر الميلادي. في القرن الحداشر حصل فيه حاجة اسمها الحريق الفسطاط، اتحرقت مدينة الفسطاط بالكامل، وكان بسبب خلافات بين شاور ودرغام والاثنين كانوا حكام من المماليك، خاف ان كل واحد ياخد الفسطاط العاصمة لحسابه، حرقوا مدينة الفسطاط كلها، قعدت الحريق ما يقرب من 3 أشهر. طبعا الكنيسة اتحرقت كلها في الحريق ده بعد ترميم اللي بعد معجزة نقل جبل المقطم. ما فضلش في الكنيسة غير الحائط الغربي مع كنيسة القديس مار يعقوب المقطع، ودول اللي يعتبروا من أوائل القرن الخامس الميلادي، هم دول كانوا فاضلين في الكنيسة، لكن أعيد ترميم الكنيسة مرة تانية في القرن الحادي عشر. والفنان القبطي كان له فكر وخط روحي على الدوام، أي أنه لا يبتكر العمل الفني لمجرد العمل الفني، ولكن كان يطوع الفن لجذب النفس إلى الله. بنيت هذه الكنيسة على الطراز البازيليكي الذي فيه يغطى صحن الكنيسة على نظام الجملون، عبارة عن شكل سفينة نوح الذي فيه إشارة روحية جميلة. إذا كان سفينة نوح الذي فيها خلص نوح وبنيه من الطوفان، هكذا الكنيسة سفينة نوح الجديدة التي بها يخلص كل إنسان يدخلها من طوفان بحر هذا العالم. قديما كان جملون الكنيسة وسطحها يحمل على 12 عمود رمزا إلى تلاميذ السيد المسيح له كل المجد، وكانت هذه الأعمدة أعمدة جميلة وسمينة، وكان عليها عبارة عن نقوشات ورسومات لتلاميذ السيد المسيح له كل المجد. ولكن مرت على مصر أيام صعبة من الناحية السياسية والناحية الدينية، سرقت وسلبت هذه الأعمدة وتم الاستعادة عنها بأكتاف حاملة من الطوب بدلا من هذه الأعمدة. وفي القرن الحادي عشر وتقريبا في سنة 1176 ميلادية على يد الشيخ ابن أبو البركات ابن أبي سعد هيلان تم ترميم هذه الكنيسة مرة أخرى، وحينما أراد الله برجوع هذه الأعمدة وضعت هذه الأعمدة بجوار الأكتاف. ويوجد في مقدمة صحن الكنيسة مقابل الهيكل الأوسط المغطس، وهو مغطى بالرخام الأبيض ومطعم بالرخام الأسود والأحمر. عرضه من الخارج حوالي 192 سنتي في 237 سنتي. كان يستخدم المغطس في عيد الغطاس 11 طوبة من كل سنة، وهو يرمز إلى بحر الشريعة أو نهر الأردن، المكان الذي تعمد فيه رب المجد يسوع المسيح.
في إشارة إيمانية جميلة أن السيد المسيح في ذلك اليوم بنزوله في نهر الأردن قد قدس جميع مياه الأنهار الموجودة. جرت العادة في الاحتفال بعيد الغطاس على ضفاف نهر النيل والنزول فيه، ومع مرور الأيام وتعذر إتمام هذا الطقس على ضفاف نهر النيل، نقل المسيحيون الطقس إلى داخل الكنيسة، فعملوا المغطس من الجهة الغربية من الكنيسة، كانوا يملؤونه بالمياه ويتبركون بمياهه قبل دخول إلى قداس عيد الغطاس. يعبر المغطس عن حالة الإنسان المسيحي قبل دخوله إلى الكنيسة، فهو يذكرنا بميلادنا في جرن المعمودية، يذكرنا أيضا بتجديد طبيعتنا البشرية، يذكرنا أيضا أن الإنسان قد أصبح مخصصا ومكرسا ومدشنا لله بواسطة الميرون المقدس، كما يذكرنا المغطس أيضا بحالة الاستعداد القلبي والروحي التي يكون عليها الإنسان قبل دخوله إلى القداس الإلهي. حوض اللقان يوجد بالكنيسة في أرضية الثلث الأخير من صحن الكنيسة. اللقان عبارة عن حوض من الرخام الأبيض المطعم بالرخام الأسود والرخام الأحمر، من الخارج شكل مربع حوالي 90 سنتي في 90 سنتي، ويستخدم عادة 3 مرات في السنة في عيد الغطاس وخميس العهد وعيد الآباء الرسل. في اللقان رسم لنا سيد المسيح صورة جميلة من الاتضاع، نراه في خميس العهد قام عن العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة واتزر بها وصب ماء في مغسل وبدأ يغسل أرجل التلاميذ الأطهار، وقال إن كنت أنا والسيد قد غسلت أرجلكم فيجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. إلا أن بيشير إلى حياة التوبة وحياة الاستعداد، كما يشير أيضا إلى خدمة الآخرين وحياة الاتضاع. فكما خدم السيد المسيح التلاميذ الأطهار، ينبغي نحن أيضا أن نخدم بعضنا البعض. وفي كنيسة أبي سيفين يوجد إمبل الوعظ الذي يرجع تاريخ بنائه لعام 1334 ميلادية، ويعد إمبل كنيسة أبي سيفين أجمل إمبل على مستوى القطر المصري، مصنوع من الرخام ومطعم بالصدف وبه زخارف مختلفة. كان يستخدم الإمبل قديما في الوعظ، حيث كان يصعد عليه الآب البطريرك أو الآب الأسقف أو الآب الكاهن، وكان يقرأ من أعلاه الإنجيل ويلقي العظة، ولذلك لكي يراه المصلون. في ذلك العصور لم تكن هناك كهرباء أو مكبرات صوت، فكان الاعتماد على الصوت الجهوري للمتكلم. حالياً الإمبل غير مستخدم باستثناء يوم الجمعة العظيمة، إذ يقرأ من أعلاه مراسي أرمية، ثم لحن بيكسرونوس المزمور الشامي الكبير، والأناجيل الأربعة باللغة القبطية. نجد أيضاً أن الإمبل يرتكز على 15 عمود، منهم 12 عموداً يرمزوا إلى تلاميذ السيد المسيح له كل المجد، والثلاثة الآخرين رمز إلى القديس متياس وقديس ماري مرقس الرسول وقديس ماري لوقا الرسول. يوجد بالإمبل أيضا مكان لعمود محفور في أرضيته وأعلاه مرسوم صليب، رمز إلى أن سيد المسيح له كل المجد كان موجودا مع تلاميذه بالجسد ثم صعد إلى السماء وهو غير موجود معهم بالجسد الآن. كما يظهر أيضا عمود يهوذا وهو عمود قصير وبلا قامة، إشارة إلى أن يهوذا الإسخريوطي كان بلا قامة روحية. المعنى الجميل في ارتكاز الإمبل على هذه الأعمدة التي تشير إلى الآباء الرسل، إشارة إلى أن التعليم المسيحية قائمة على تعليم رب المجد يسوع المسيح وتعليم الآباء الرسل وقوانين المجامع المسكونية. الإمبل عبارة عن تجويف رخامي يشبه القارب، وفي ذلك إشارة إلى القوارب التي كان يستخدمها رب المجد يسوع المسيح في الكرازة وتعليم الناس. الإمبل أيضا عالي ومرتفع، إشارة إلى المكان العالي الذي ارتقاه رب المجد يسوع المسيح في العظة على الجبل من أجل تعليم الناس وأعطاهم مبادئ الحياة المسيحية. ومن معالم كنيسة الشهيد أبي سيفين مغارة القديس الأنبا برسوم العريان، التي عاش فيها الأنبا برسوم 20 عاماً مع ثعبان ضخم في القرن الثالث عشر
قبل انتقاله إلى دير المعصرة بحلوان. ولد القديس أنبا برسوم العليان سنة 973 ميلادية الموافق 1857 للشهداء، من أسرة تقية علمها الصلاة والصوم والنسك، وسمياه برسومة، ودي كلمة سريانية معناها ابن الصوم. لما مات والده ومات والدته خاله ورث الأموال بتاعته، فلم يلجأ إلى أي وسيلة أخرى عشان يسرد بها المال بتاعته، بل لجأ إلى الصلاة والصوم وبحث عن مكان يتعبد فيه ويصلي فيه، فجاء إلى هذه الكنيسة ووجد مغارة منصوبة تحت الأرض كنيسة أبو سفيان بحوالي 2 متر وبها سلالم وبها مسبح داخلها. وأول ما دخل المغارة فوجئ القديس الأنبا برسوم العريان بثعبان ضخم جدا، ففي بادئ الأمر خاف، ولكنه لجأ إلى الصلاة ورشم علامة الصليب على الوحش، فتحول إلى وحش أليف، بحيث لما تيجي الناس تدخل المغارة ما يطلعش ولا يكون مخيف. عاش في هذه المغارة ما يقرب من حوالي 20 سنة وساعد شهرته، ولجأ الناس إلى هذا المكان لنول البركة وشفاء المرض. وتوجد عن يمين مدخل المغارة مقصورة حديثة بها أيقونة أثرية للقديس الأنبا برسوم العريان. يوجد على أيقونة القديس الأنبا برسوم العريان عبارة مكتوب عليها الأنبا برسوم العريان المكسو بالفضائل، وما زال حتى الآن القديس الأنبا برسوم العريان يعمل معجزات حتى هذه اللحظة. وفي كنيسة أبي سيفين توجد مقصورة السيدة العذراء بها نقوش خشبية نباتية بالألوان الذهبي والأسود والقرمزي. كما يوجد مقصورة ثلاثية بها أيقونة إيليا النبي والشهيدة دميانة والأنبا برسوم العريان مزخرفة بزخارف نباتية. ضمن محتويات كنيسة أبو سفين الأسرية مصر القديمة توجد مقصورة أبو سفين من الناحية القبلية الشرقية، وهي مقصورة كبيرة ارتفاعها ما يقرب من حوالي 4 متر وعرضها حوالي 2 متر، وتحتوي على بعض الكلمات القبطية والنباتات والزخارف الهندسية، ويوجد بها جزء من رفات الشهيد العظيم أبو سفين. وقد وصل هذا الجزء من رفات في عصر قداسة البابا يوانس رقم 94 سنة 1204 للشهداء 1488 ميلادية، ومساعدة مطران الأرمن بالقدس، حيث احتفل كل يوم 16 يونيو بعيد وصول هذا الرفات إلى هذه الكنيسة. المقصورة تحتوي على أيقونة أبو سفين ورئيس الملائكة ميخائيل بديل السيف، مع سيفين، سيف الجندية والسيف اللي أخده من رئيس الملائكة ميخائيل، وراكب على الحصان بتاعه،
وأسفل الحصان يوجد تنين عظيم يشير إلى الشيطان، وأيضا تحت أسفل الحصان أيضا الملك الكافر يوليانوس، وتحتوي على القديس باسيلوس الكابوليكي الذي عمل لنا القداس الباسيلي. وهناك أعجوبة، يقال أن لما كان القديس باسيلوس في السجن وكان مع أيقونة صغيرة القديس أبو سيفين، مسك الأيقونة وتشفع فيها أن ربنا ينقذه من هذا الملك الكافر. ففي لحظة من اللحظات اختفت الصورة من الأيقونة، وبعد لحظة أخرى رجعت الصورة تاني لأبو سيفين والسيف عليه آثار من الدماء. فشكر ربنا أنه أنقذه من هذا الملك الكافر بشفاة هذا القديس العظيم. من ضمن ما تشتهر به كنيسة أبي سيفين حامل الأيقونات والذي يعود للقرن العاشر الميلادي. حجاب الهيكل الرئيسي مصنوع من الخشب ومحفور عليه الصلبان من العاج الأصلي وسن الفيل الأصلي والأبانوس، وهذا الحامل من القرن العاشر الميلادي. والملاحظ أن هذه الأشياء مصنوعة بدقة تامة، لدرجة أن هذه الكتابات مكتوبة على مستويات مختلفة، ممكن نلاقي لحد المستوى الثاني ولحد المستوى الثالث، مما يدل على دقة الصناعة. وحامل الأيقونات مصنوع من الخشب من غير مسامير، من غير مواد لاصقة، من نظام العاشق والمعشوق. نرى أيضا العمودين عن يمين وعن يسار الداخل إلى المذبح الرئيسي. العمود الأول عليه فريسك للسيد المسيح يحمل البشارة، والثاني صورة للقديسة الطاهرة العذراء مريم تحمل الطفل يسوع المسيح، ووضعهما غير طقسي. ويبدو أنهما قد تبدلا في وقت من الأوقات التي رممت فيه الكنيسة ووضعت بغير وعي. فالمفروض أن يكون صورة القديسة الطاهرة العذراء مريم عن يمين السيد المسيح، كما قال المزمور: قامت الملكة عن يمين الملك. وتمتاز كنيسة الشهيد أبي سيفين عن جميع الكنائس الأخرى بأنها تحتوي على أكبر عدد من الأيقونات القبطية الفريدة، ما يقرب من 250 أيقونة يرجع أغلبهم إلى القرن الثامن عشر والتاسع عشر، كما توجد 8 أيقونات يرجع تاريخهم إلى القرون الوسطى من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر لعصر أنستاسي الرومي وإبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمني أعظم فنان الأيقونات. تحتوي الكنيسة على عدد كبير من الأيقونات الأثرية الصغيرة والتي تعتبر بانوراما للكتاب المقدس. فنجد على سبيل المثال من الناحية البحرية حوالي 13 صورة تتحدث عن قصص من العهد الجديد، ومن الناحية القبلية حوالي 14 صورة تتكلم عن قصص من العهد القديم، بالإضافة إلى الصور الموجودة على حامل الأيقونات من الناحية الشرقية والناحية الغربية. كما تعتبر كنيسة أبي سيفين الأثرية بمصر القديمة هي عبارة عن متحف مفتوح للأيقونات الأثرية. تم توزيع هذه الأيقونات على الكنائس الأربعة الملحقة بالكنيسة، بالإضافة إلى الكم الأكبر الموجود في هذه الكنيسة الرئيسية. Oh.
كنيسة أبو سفين فيها بعض المعالم الأثرية والسياحية، تعتبر متحف للفن القبطي الموجود. من ضمن الحاجات المعالم الأثرية الموجودة في بعض الفرسكات أو الجداريات اللي هي بعض الألوان الحائطية، ودي موجودة منها بكثرة، ودي بترجع للقرن الحادي عشر والقرن الاثناشر الميلادي. بعض الفرسكات موجودة في صحن الكنيسة اللي هي زي أيقونة ماري جرجس، وفي برضو بعض الألوان الموجودة فوق مقصورة الشهيد أبي سيفين. في بعض الفرسكات موجودة في الدور الثاني. في فرسكات تعتبر مليانة القبة اللي موجودة فوق هيكل أو مذبح القديس يوحنا المعمدان بالدور الثاني. دي كل دي كلها في تجهيزات للترميمات. برضو في ثلاث فرسكات موجودة حانيات بكنيسة ماري جرجس في شرقية حضن الآب الثلاثة الموجودين في كنيسة ماري جرجس. دي جداريات وتحتاج إلى ترميم وتحتاج إلى دراسة أيضا، بيرجع لقرن الاثناشر والثلاثاشر الميلادي. الكنيسة تعتبر كرسي بطريركي، لأنه تنقل الكرسي البطريركي من كنيسة العذراء بالمعلقة إلى كنيسة أبي سيفين، لأن كان في عصر البابا خريستوزولوس البابا رقم 66 نقل الكرسي البطريركي من الأسكندرية إلى كنيسة المعلقة، وكان بيتردد ما بين كنيسة المعلقة وكنيسة أبي سيفين. ده البابا خريستوزولوس رقم 66. لكن البابا غوبريال ابن تريك رقم 70 كان شماس في هذه الكنيسة، كنيسة الشهيد أبي سيفين، وهو لما اترسم بطرك نقل كرسي البطريركي من كنيسة المعلقة إلى كنيسة أبي سيفين، وكل الباباط كانوا بيترددوا ما بين المعلقة وأبو سيفين. واتذكر في السنكسار إن برضو في أيام البابا يؤنس الثامن البابا رقم 80 اتذكر كده في السنكسار آخر من سكن أبي سيفين ونقل كرسيه إلى كنيسة العذراء بحارة زويلة. كنيسة ترسم فيها أباء من البطاركة كتير في هذه الكنيسة، لكن اتعمل ميرون مرتين في هذه الكنيسة. اتعمل ميرون أول مرة عن طريق البابا تؤدوسيوس البابا رقم 79 سنة 1299، المرة الثانية أيام البابا يؤنس الرابع اللي هو البابا رقم 89 سنة 1430. هما دول المرتين اللي اتعمل فيهم اتطبخ فيهم الميرون. يوجد بالكنيسة مدفن 12 بطريركا من الآباء البطاركة في الجهة القبلية بأرضية الهيكل الأوسط، ويذكر التاريخ أن اثنين منهم تم نقلهم إلى دير القديس أبو مقار. كما يوجد أيضا مدفن للآباء الأساقفة والمطارنة ورؤساء الأديرة. تتكون الكنيسة من 12 مذبح و 12 هيكل موزعة على الكنيسة الرئيسية التي نحن فيها الآن. المذبح الأوسط باسم شفيع هذه الكنيسة الشهيد فيلو باتير مرقوريوس أبي سيفين، والمذبح البحري منها باسم قديسة الطاهرة العذراء مريم، والقبلي باسم رئيس الملائكة الجليل رافائيل مفرح القلوب. كما تحتوي الكنيسة أيضا على أربع كنائس صغيرة ملحقة بالكنيسة الرئيسية بالدور الأرض، منها كنيسة الشهيد العظيم ماري يعقوب المقطع وبها ثلاثة هياكل. الدور الثاني به ثلاثة كنائس صغيرة أيضا، الأول منها كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل وبها ثلاثة هياكل، والثاني كنيسة أمير الشهداء ماري جرجس وبها مذبح واحد، والثالث كنيسة القديس ماري يوحنا المعمدان وبها مذبح واحد. تعتبر كنيسة ماري المقطع الفارسي من أقدم الكنائس الموجودة في هذه الكنيسة، حيث يوجد في هذه الكنيسة معمودية فريدة من نوعها يطلق عليها معمودية السلطان، وهي مصنوعة من الحجر واخدة شكل صليب، ونعمل فيها الأطفال الصغار ونعمل فيها الكبار أيضا. بدأ الترميم بعد انتهاء من مشروع تخفيض منسوب مياه كنيسة عن طريق مشروع المعونة الأمريكية، وبدأت الكنيسة في ترميم الكنيسة شاملة ترميما دقيقا.
القدس الأقداس على الهيكل، فاللي هو السماء، إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. هذا الهيكل على اتساعه وبهاؤه وعظمته فعلا بيشير للسماء، وتشعر تماما أن أنت فعلا في حضرة الله في السماء. حضن الآب في صورة فريدة للسيد المسيح، وتجد بغرابة أن كرسي البطريرك موجود في الشرق، فكان البطريرك في القديم بيجلس على آخر درجات الكهنوت ويجلس في الشرق ويعلم الشعب من خلال الذبيحة ومن هذا الكرسي ومن هذا المكان. كان بيقول تعاليمه ووعظه إلى أن دخل بعد القرن الحداشر حامل الأيقونات، فوجد الإمبل ووجدت كراسي البطريرك خارج الهيكل. مذبح متسع، والمذبح طبعا مقاسه بيتناسب مع حجم الهيكل اللي موجود. الرسومات والنقوش اللي في الهيكل، حتى رسومات الجدريات الخشب اللي بين المذابح، كلها بتعبر عن السماء. في قبة جميلة للمذبح فيها السيد المسيح وفيها الأربع رؤساء الملائكة والأربع حيوانات، فأنت فعلا موجود في حضرة العرش السماوي. والكنيسة القبطية تحتفل بعيد استشهاد القديس مرقوريوس أبو سيفين في 25 من شهر هاطور الموافق 4 ديسمبر، وتذكار تكريس الكنيسة في 25 من شهر أبيب الموافق 1 أغسطس. ستظل كنيسة الشهيد العظيم أبي سيفين الأثرية بمصر القديمة شاهداً للزمن، تشهد صفحة من صفحات تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.